اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلنا لكم في البدايه، طبعا النهارده احنا بنتكلم عن تنس الطاوله، بنتكلم عن الاحتراف، مريم في الدوري الاماراتي، وكمان مروه، هما الاثنين توأم على فكره، توأم مروه الهضيبي ومريم الهضيبي، توأم يعني بيلعبوا مع بعض سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. بس عايزين نتكلم عن طموحاتهم واحلامهم. في البدايه برحب بمريم الهضيبي، مروه الهضيبي، اهلا بك يا مروه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ منوره قناه النادي الاهلي. ده نور حضرتك، ربنا يخليك. برحب بمريم الهضيبي، اهلا بك يا مريم، منورانا. ازي حضرتك؟ ده نور حضرتك، ربنا يخليك. ايه موضوع الاحتراف ده؟ كنا معاكي من قريبه مروه، وما كانش فيها مريم وما كانش فيه اي يعني اخبار عن الاحتراف، فجاه كده ايه اللي حصل؟ ايوه، هو الحمد لله بعد بطوله افريقيا لما كسبت، فماما كان كابتن اشرف حافظ مدرب الامارات كلم ماما اقترح عليها. اشرف ده مصري ولا اماراتي؟ مصري. مصري تمام. اه، هي حتى فرقتي فيها بنتين من مصر، فانا عارفاهم يعني فعلا. اه، فدي كانت حاجه بالنسبه لي لما عرفت، كمان فاطمه علاء وامنيه. طب كويس، ممتاز، يعني انت رايحه على لعيبات زمايلك او زميلاتك. اه بالظبط. فهم كلموا ماما قالوا لها ان هم عايزيني معاهم، يعني العب معاهم الدوري. فماما لما رجعت اقترحت عليا، قلت لها ماشي. بعد كده سافرت بعد بطوله افريقيا على طول، رحت لهم. ايه ده، رحتي؟ اه رحت عشان نتكلم يعني. كان بعد البطوله بحاجه بسيطه، مثلا تفتكر شهر كام؟ 10 مثلا. 10؟ فرحت طبعا لهم. مروه حافظه كل التواريخ معاكي. يا مروه عايشه معايا كل حاجه. طبعا. فروحنا وشفت الفرقه، وكنت مبسوطه قوي ان هم كانوا مصريين، فاحنا نبقى يعني قريبين قوي من بعض، وهم رحبوا بيا جدا. طب رحتي قعدت قد ايه الاول في المفاوضات؟ قعدت اسبوع. اسبوع؟ الدنيا عجبتك؟ الملعب، الدنيا كويسه؟ كل حاجه كانت كويسه قوي، كنت حاسه ان انا في بيتي وسط اهلي يعني. الحمد لله، وهم رحبوا بيا جدا. بس ورجعت بقى، والنادي كمان الاهلي كان مرحب بالفكره جدا ووافق على طول، ورجعت. وبعد كده المفروض بقى مستنيه ان شاء الله الماتشات تبدا يعني. ان شاء الله. طب انت هتسافري امتى؟ لسه ما حددوش عشان الكورونا للاسف موقفه الموضوع شويه، لان هي زايده الفتره دي. بس اول ما ترجع الماتشات بقى تبدا ان شاء الله. طيب دراستك هتعملي ايه؟ ما هو انا ان شاء الله اخر ترم، فانا هحاول عشان الماتشات تبقى مثلا اسبوع اسبوع. لا وهي يوم محدد، يعني مثلا يوم الاحد هي الماتشات هناك. ممتاز. فانا هحاول ان انا اظبط الجدول بتاعي بتاع الترم اللي جاي، ان هو يبقى يوم الاحد ده بالنسبه لي فاضي، ومثلا اليوم اللي قبله يبقى حاجه خفيفه، عشان اعرف اللي هو اسافر والعب الماتش وارجع على طول اكمل. يعني انت هتروحي سفر راحه جايه؟ اه بالظبط. انت هتاخدي خط الامارات القاهره، ده هتحفظيه يعني جبر جبر. بس هو كل ما يتاخر كل ما هيريحك يعني، كل ما انطلاق الدوري هيتاخر، لان انت هتاخدي وقت طويل هنا في مصر قبل ما تروحي. طب هم فاضل لهم كتير يعني؟ مريم فاضل لهم؟ لا، المفروض ان هو كانت الماتشات هتبدا في اول اثنين كنت هسافر، بس هما جه ظروف عندهم من الكورونا كانت زايده شويه، فأجلوا الماتشات. فأنا متوقع إن هي مثلا على أول ثلاثة إن شاء الله، نص ثلاثة ممكن تبدأ يعني.